وانا عجبني جدا التشكيل اللي بدا بيه كابتن حسام لان كان واضح ان جزر القمر هتسيب الاستحواذ للفرقه. كنت محتاج اتنين لعيب الكره على الدايره، بدا بالسوليه والنني، بدا بعبد الله جامر، عبد الله جمعه وعمر جابر، اتنين باكين بيروحوا بيوصلوا للتلت الاخير. حسام البدري بيلعب كل ماتش بالتشكيل اللي هو مناسب للماتش ده، ايا كان مين اسامي اللعيبه وايا كان مين هو عشان ضامن انه وصل افريقيا فبيجرب اللعيبه اللي ما بتلعبش. لا هو يعني هو لو كان وصل افريقيا يلعب بالتشكيل ده كان ممكن يلعب بالتشكيل ده. انا في رايي ان هو عارف ان هو الفرقه اللي قدامه مش تضغط عليه. بس هو ما عرفش حسام بدري عمره ما هيبدا بالنني في فرقه بتضغط عليك. وده صح. طب ما كده مش هيلعب ولا ماتش في افريقيا. ها لا ليه، في فرق في افريقيا كتير ما بتضغطش عليك، زي ماتشات كتيره مشابهه لماتش النهارده. منتخب مصر منتخب كبير، مش سهل ان انت تروح تضغط عليه على فكره. لان عنده يعني في سرعات يعني قدام غير طبيعيه. ماتش كينيا في كينيا كان بيضغطوا عليك؟ مين؟ ماتش كينيا في كينيا كان بيضغطوا؟ طبعا كان بيضغطوا. كان بيضغطوا وكانوا بيغلطوا اللعيبه. يعني هو النني لما يلعب في ارسنال وبيضغط عليه من ويست هام وبيضغط عليه في كل الماتشات الكبيره بيبقى وحش. طبعا هو بيبقى كويس جدا. ايوه دي حقيقه. الراجل ده احسن سنه ليه السنه دي. بيبقى من وجهه نظري احسن سنه للنني. لا طبعا في الكوره في الارسنال السنه دي. ما هو بيلعب، ما هو كويس. النني كويس. بس الماتشات كلها فيها ضغط. لا لا لا. قول لي لا لا. كابتن في ماتشات فرق كبيره جدا. انا انت لعبتها في هناك انا ما لعبتش. فرق كتيره جدا. بتفرج يعني. ما بتفرج فرق كتيره جدا في انجلترا ما بتضغطش على ارسنال. بتخاف من سرعات اوباميانج وبتخاف من سرعات. ايه بس بتيجي في تلت معين لازم تضغط يعني. لا ماشي انا بتكلم انا وانا ده اللي بقول لك عليه. ما اكيد بتضغط في تلت معين. انما النني تضغط من فوق يعني قصدك. تضغط من فوق. اي فرقه هتضغط عليك النني، اي فرقه هتضغط عليك فوق هيبقى اقل لعيب في الملعب. يا عم ادي الراجل بقى ما انا بديله حقه. الراجل بقى حقه شويه. الراجل بقى جايب جون عالمي وماشي كويس وراجل طيب جدا ومحترم في حته الشارع دي. الراجل بصراحه هو انت بتاخد بنط عليا؟ لا والله العظيم كل لعيب ليه. مش قصدي بس انا قلت انا بالعكس انا ببصيلك عشان فاكرك بقى هتدي له. انا 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 بحترم حسام البدري ان هو بينقي اللعيبه اللي تبدا التشكيل على حسب المنافس وطبيعة المباراة وطبيعة المنافسة.